السلام عليكم طلاب ثاني ثانوي علمي، بدي أشرح لكم اليوم قانون مندل الثاني اللي هو قانون التوزيع الحر. توصل مندل إلى قانون التوزيع الحر من خلال دراسة صفتين مع بعض. بالحصة الماضية أخذنا شفنا كيف توصل لقانون انعزال الصفات من خلال دراسة صفة واحدة زي طويل مع قصير، أو أرجواني مع أبيض، أو أملس مع مجعد. اليوم راح نشوف كيف توصل لقانون التوزيع الحر من خلال دراسة صفتين. أول تجربة أجراها مندل أخذ نباتات بازلاء، أحدهما أخضر القرون أملس البذور، نقي للصفتين. مصطلح نقي زي ما تعلمنا أنه يطلق على الصفات السائدة. نقي للصفتين يعني أنه كل صفة من هاي الصفتين زوج الأليلات متماثل. زوجها أو أجرى تلقيح بينها وبين نبات آخر، أصفر القرون مجعد البذور، والأصفر صفة متنحية والمجعد صفة متنحية. بما أنه اللون الأخضر صفة سائدة أطلق عليها المصطلح النقي، صفة سائدة نقية للصفتين، معناته زوج الأليلات راح يكون متماثل، وبنرمز لها بالرمز بالحرفين الكبير لأنها صفة سائدة. أملس البذور زوج الأليلات برضه متماثل لأنه قلنا نقي. أصفر قرون الصفات المتنحية، الأصفر جي سمول جي سمول، والمجعد أر سمول أر سمول. انتظر مندل لما طلعت مع البذور وجمعها، وجد إنه أفراد الجيل الأول جميعها خضراء القرون ملساء البذور. هلأ أخذ أفراد الجيل الأول أجرى بينهم تلقيح ذاتي، خضراء القرون ملساء البذور مع خضراء القرون ملساء البذور، وانتظر لما طلعت النتائج جمع البذور وزرعها، وطلعت مع أفراد الجيل الثاني حسب النسب التالية: 9 أخضر أملس إلى 3 أخضر مجعد إلى 3 أصفر أملس إلى 1 أصفر مجعد. استفاجأ مندل إنه في الأفراد الجيل الثاني كان الأخضر مع المجعد، إنه كان عندي خضراء مجعدة في البداية، كان عندي الخضراء الملساء خضراء ملساء وصفراء مجعدة. في أفراد الجيل الثاني ظهر الأخضر مع المجعد والأصفر مع الأملس، وتفاجأ بهاي النتائج اللي طلعت معه، بلش يدرس كل صفة لحال. وطبعا احنا بنعرف انه لما درسنا كل صفة كانت تطلع معنا نسب 3 إلى 1 عندما كان كلا الأبوين يحمل الصفة السائدة بصورة غير نقية، ونسبة 1 إلى 1 إذا كان أحد الأبوين سائد غير نقي والآخر مجعد البذور. بلش يدرس كل صفة لحال من الأفراد الناتجة ويشوف هل تنطبق هاي دراسة صفتين مع بعض، النتائج نفس ما بيطلع مع صفة واحدة. أخذ كل صفة على حدة، الأخضر أو لون البذور، سوري لون القرون أخضر وأصفر. عد في الأفراد الناتجة قديش عدد الأخضر، في عندي هون 9، في عندي هون 3، 9 و3 في عندي 12. قديش عدد الأصفر، في عندي هون 3 وفي عندي هون 1 4. نسب الأفراد كانت 12 إلى 4 بمعنى آخر إنها 3 إلى 1، وهي النسبة نفس النسبة اللي طلعت معها عند دراسة صفة واحدة. نفس الإشي أخذ صفة الأملس والمجعد، طبعا هون درس كل صفة لحال، لون القرون أخضر إلى أصفر، شكل البذرة أملس إلى مجعد. هلا الأملس في عندي في الأفراد الناتجة 9 أملس، وفي عندي 3 أملس بيطلع عندي 12، والمجعد عندي 3 وعندي هون 1 4، 12 إلى 4 يعني النسبة 3 إلى 1. لاحظ مندل إنه النتائج في الأفراد الناتجة كانت تنطبق على كأنها تنطبق على كل صفة لحال، وبهيك توصل إلى القانون الأول اللي هو قانون مندل، سوري قانون مندل الثاني. لو رجعنا للملخص اللي موجود بين ايديكم، اللي عندنا قانون التوزيع الحر قانون مندل الثاني ينص على ان الاليلات ينفصل اليلات كل صفة وراثية ويتوزعان بصورة مستقلة عن اليلات الصفات الاخرى عند تكوين الجامدات في اثناء عملية الانقسام المنصف. نص القانون ضروري تحفظوه كمان مرة: ينفصل أليلات كل صفة، إذا كل صفة لحالها وراثية بتتوزع بصورة مستقلة عن أليلات الصفات الأخرى، كل صفة مستقلة عن الصفة الأخرى عند تكوين الجامدات في أثناء عملية الانقسام المنصف. شو يعني هذا الكلام؟ نرجع لهون، يعني أنا عندي الصفات هاي صفتين، كل صفة تتوزع أليلاتها بشكل مستقل على الصفة الأخرى، ماشي، كالتالي:
أنا عندي زوجي الأليلات المسؤول عن البذور الملساء يتوزعان على الأليلات الأخرى. ناخذ أول وحدة الآر كابيتال تتوزع على الجي كابيتال، بيطلع عندي آر جي، هي أول جاميت. إذا قلنا تتوزع الأليلات في كل صفة وراثية بصورة مستقلة عن أليلات الصفات الأخرى في أثناء عملية الانقسام المنصف لتكوين الجامتات، يعني كأنه هدول صار عندهم انقسام منصف وهدول صار عندهم انقسام منصف وبلشوا يتوزعوا، هاي مع هاي أعطتني جاميت، كمان مرة بترجع هاي بتتوزع على هاي بتعطيني كمان جاميت R G. هاي خلصت، وزعنا هاي ال R مع ال G، هيها ال R مع ال G، هيها خلصنا. الزوج الثاني ماشي ال R مع ال G، بنحط فاصلة لأنه هاي جامتات مفروض نحط بينهم فواصل. هلأ كمان مرة ال R مع ال G، هيها، والآر كمان مرة مع الجي الثانية، هي طلع عندي أربع جامتات للأب الأول. لو لاحظنا الجامتات كلها نفس الطراز، كلها نفس الطراز، بدل ما أغلب حالي أنا وأعمل مربع بنت ويطلع عندي 16 احتمال، بأخذ جاميت واحد لأنه كلهم نفس الطراز. هاي آر جي جاميت الأب الأول، أو تمثل جامتات الأب الأول بالآر جي. هلأ نفس الفكرة، نعمل توزيع حر لأزواج الأليلات في الأب الثاني. هاي هذا الزوج يتوزع على هاد بشكل مستقل، انقسام منصف، انقسام منصف R مع G، نفس كمان مرة الـ R مع الـ G الثانية. خلصنا هاي. هلأ الـ R مع الـ G، ماشي ال R مع ال G الثاني، بنحط بينهم فاصلة عشان تبين انه عندي هاي جامتات ال R مع ال G. هلأ في عندي باخذ وحدة لانه نفس الاربع جامتات نفس الطراز، نفس الطراز، فباخذ منهم وحدة. من هون انا اخذت وحدة 1N مع 1N R R G G. لاحظ ال R مع ال R وال G مع ال G، لانه لو انا حطيت هاي الطريقة، لو أنا حطيت هيك R G تمام وحطيت R G كتبتهم هيك، هاي الطريقة خطأ. هذا لا يعني شيء، الزوج هذا مسؤول عن إيش ولا عن إشي، والزوج هذا مسؤول عن إيش ولا عن إشي. هلأ في عملية التزاوج المفروض نحط الليلات المسؤولة عن كل صفة جنب بعض، يعني أنا عندي الليلات صفة القرون الخضراء ال R R. ماشي ال R R هيها، وال G G هيها، R G R capital R small G capital G small، هدول بيعنيوا لي إشي. هلأ R capital R small بتعني لي لون شكل البذور الملساء، صح؟ لأنه حسب قانون أو حسب مبدأ السيادة التامة، اجتماع الأليل السائد مع الأليل المتنحي، ماشي، يظهر الأليل السائد تأثيره ويختفي تأثير القليل المتنحي. راح يكون عندي هون ملساء، جي جي راح تكون عندي خضراء، ليه؟ برضو حسب مبدأ السيادة التامة، اجتماع القليلين المتقابلين، القليل السائد يخفي ظهور تأثير القليل المتنحي، فبطلع الأفراد الجيل الأول جميعها خضراء القرون ملساء البذور. خضراء القرون ملساء البذور هاي صفة، هاي طرز أو طراز شكلي، اللي هي الصفة المظهرية لأفراد الجيل الأول، في حين الـ R capital R small G capital G small هاي الطراز الجيني لأفراد الجيل الأول. نكمل. هلأ أجرى تلقيح ذاتي بين أفراد الجيل الأول زي ما حكينا، خضراء القرون ملساء البذور اللي هي نرمز لها ب R R G G. من وين عرفنا؟ كانت خضراء القرون ملساء البذور غير نقية للصفتين، غير نقية للصفتين. لاحظ صفة القرون الخضراء كانت غير نقية، البذور الملساء غير نقية أي غير متماثلة الأليلات. أجرى بينهم تلقيح ذاتي R capital R small G capital G small.
هدول طرز شكلية للأبوين، ماشي، كله موجود عندك في الملخص. هذا الحكي اللي أنا قاعدة بحكيه، طرز شكلية اللي هي الصفة المظهرية، هدول طرز جينية للأبوين، طرز جينية للأبوين. هلأ عشان نطلع الطرز الجينية، الطرز الجينية للجاميتات، رح نعمل توزيع حر، لأنه أنا عندي صفتين. لو كانت عندي صفة واحدة عادي انقسام منصف، هاي 2N رح يجي عندي 1N لحال و1N لحال. بما أنه عندي صفتين، معناته عشان أطلع الجاميتات، عشان أطلع الجاميتات لازم أعمل توزيع حر، أوزع زوج الأليلات هاد على زوج الأليلات هاد عشان نطلع الطرز الجينية للجاميتات. باخد كل واحدة لحال. أول إشي الآر كابيتال، هيها الآر كابيتال بتتوزع على الجي مرة، على الجي كابيتال مرة، وعلى الجي سمول مرة أخرى. يعني آر كابيتال جي كابيتال فاصلة آر كابيتال جي سمول. لاحظ كل جاميت بحط بينه وبين الجاميت الآخر فاصلة عشان يبين إنه هاي عبارة عن جاميتات. لاحظ كمان مرة، انقسام منصف، قسم انقسام منصف، راح يتوزع هذا القليل على الزوج. يلا آر كابيتال مع جي كابيتال، هاي جاميت نحط فاصلة. هلا آر كابيتال مع جي سمول، هاي كمان جاميت نحط فاصلة. وزعنا الآر كابيتال، لاحظ آر مع جي هيها جاميت فاصلة، آر مع جي هيو جاميت فاصلة. هلا بدنا ناخذ القليل الثاني نوزعه على هاي مرة وعلى هاي. إذا بنقول آر سمول جي كابيتال، هاي جاميت فاصلة، آر سمول جي سمول هاي كمان جاميت. إذا طلعنا جاميتات الأب الأول. هلا بنيجي للأب الثاني، نفس الفكرة، زوج الأليلات راح ينقسموا انقسام منصف ويتوزعوا على زوج الأليلات الآخر بشكل مستقل. يعني الآر كابيتال راح تتوزع أول مرة على الجي، هاي جاميت نحط فاصلة. الآر كابيتال على الجي سمول، هاي كمان جاميت نحط فاصلة. آر سمول على الجي نحط فاصلة، وآر سمول على الجي سمول كمان فاصلة. هلا هدول عبارة عن الطرز الجينية للجاميتات. لو بدي أطلع الطرز الجينية لأفراد الجيل الثاني، طبعا إما إنه أنا بعمل زي ما علمتكم السنة الماضية، إنه هاي بزوجها مع الأربعة هدول أول مرة 1N مع 1N، كمان 1N مع 1N، 1N مع 1N، 1N مع 1N، أو إني بعمل مربع بنت، بعمل خط أفقي خط عمودي، المربع اللي هون هاد بخصص الجهة هاي لجاميتات الأب الأول أو الأب الثاني، لكم حرية الخيار. جاميتات الأول أو الأب الأول R G، هاي جاميت خط، كمان R G هاي جاميت، R G كابيتال هاي جاميت، و R G سمول هاي جاميت. نفس الفكرة، الأب الثاني جاميتاته R كابيتال G كابيتال و R كابيتال G سمول. R small G capital و R G. طبعا الأفراد الناتج رح تكون هون كلها، ولما اشتغلوها رح تطلع معاكم نسب الأفراد 9 أخضر أملس إلى 3 أخضر مجعد إلى 3 أصفر أملس إلى 1 أصفر مجعد. طبعا في الوزارة ما بسألوك كيف توصل من دل القانون الثاني، قانون التوزيع الحر. ممكن يسألك عن نص القانون لازم تكون حافظه اللي موجود عندك بالملخص، أو يعطيك أسئلة أنت تجاوب عليها. والآن خلينا نرجع نحل أكمل مثال على قانون التوزيع الحر. في عندي مثال في الكتاب في الملخص، بتوقع صفحة 5 عندكم أو صفحة 6 ممكن يكون. عند تلقيح نبات بازلاء طويل الساق أصفر البذور، خلينا نرمز لطول الساق بالحرف الكبير تي كابيتال. أصفر البذور خلينا نرمز للون البذور الصفراء، لون البذور الصفراء خلينا نرمز لها بالحرف الصغير
أصفر البذور نرمز له بجي كابيتال. عند تلقيح نبات بازلاء طويل الساق أصفر البذور مع نبات مجهول الطراز الشكلي، مجهول الطراز الشكلي، ظهرت أفراد الجيل الأول حسب النسب التالية: طويل الساق 75%، قصير الساق 25%، أصفر البذور 50%، أخضر البذور برضو 50%. والمطلوب اكتب الطراز الشكلي للنبات المجهول، اكتب الطرز الجينية للأبوين وجامتات الآباء، اكتب الطرز الجينية لأفراد الجيل الأول والثاني. طبعا طويل الساق تي كابيتال معناته القصير رح يكون تي سمول، وأصفر البذور جي كابيتال معناته اللون الأخضر للبذور رح يكون جي سمول. هلأ بدي أطلع الطراز الشكلي للنبات المجهول. أنا عندي نبات معطيني إياه بالسؤال بازلاء طويل الساق أصفر البذور، موجود في عندي هيو طويل الساق أصفر البذور مع نبات مجهول الطراز الشكلي، تمام. ومعطيني النسب اللي هي طويل الساق 75% إلى قصير الساق 25%. لاحظ طويل إلى قصير كانت 75 إلى 25، معناته النسبة راح تكون 3 إلى 1، وأنا بعرف نسبة 3 إلى 1 تظهر في الأفراد الناتجة عندما يكون كلا الأبوين سائد غير نقي للصفة. إذا بالنسبة لطول الساق، بالنسبة لطول الساق ماشي، كلا الأبوين سائد غير نقي، بنحط تي كابيتال تي سمول غير نقي مع تي كابيتال تي سمول. هلأ ناخد معطيني كمان أصفر البذور، أصفر البذور 50% إلى أخضر البذور 50%. نسبة 50 إلى 50 يعني 50% إلى 50% يعني نسبة 1 إلى 1، وإحنا عرفنا تعلمنا إنه 1 إلى 1 تظهر في الأفراد الناتجة عندما يكون أحد الأبوين سائد غير نقي يحمل الصفة السائدة بصورة غير نقية والآخر متنحي. بما إنه أنا عندي هون أصفر البذور صفة سائدة، البذور وليست قرون، القرون الخضراء السائدة، لكن البذور الصفراء هي السائدة، رمز لها ب جي كابيتال، معناته راح تكون هاي الصفة السائدة غير نقية جي كابيتال جي سمول، والأب الآخر راح يكون بيحمل الصفة المتنحية جي سمول جي سمول. إذا بنقول نرجع للملخص، إذا هاي الإجابة اكتب الطراز الشكلي للنبات المجهول، راح يكون عندي النبات المجهول هيو الطراز الشكلي لإله جي سمول جي سمول تي كابيتال تي سمول. اكتب الطرز الجينية للأبوين وجامتات الأبوين، الطرز الجيني للأبوين زي ما طلعنا في السؤال إنه الأب الأول كان طرازه الجيني جي كابيتال جي سمول تي كابيتال تي سمول، مع الأب الثاني جي سمول جي سمول تي كابيتال تي سمول. الجامتات زي ما تعلمنا إياها توجيهي عن طريق التوزيع الحر، لأنه أنا عندي صفتين وأنا بعرف لما يكون عندي صفتين